رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي هنطير معاكم لتونس عشان نعرف اخر اخبار وكواليس بعثتنا هناك مع زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. شيما في البدايه وبكل الساده المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي، يمكن زي ما كل جمهور النادي الاهلي متابع من خلال شاشه قناه النادي الاهلي كل اجواء وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في تونس استعدادا لمباراه هامه ومرتقبه لكل جمهور النادي الاهلي، وهي مباراه العوده الاهلي والترجي التونسي يوم الجمعه 9 نوفمبر الساعه 8 مساء بتوقيت تونس، 9 مساء بتوقيت القاهره. كالعاده طبعا بنطمن كل جمهورنا وكل مشاهدينا عن حاله الفريق، الحاله البدنيه، الحاله المعنويه، حاله التركيز الكبير جدا خلال الفتره الماضيه. يمكن ظروف محيطه بفريق النادي الاهلي، يمكن زي ما احنا عارفين طبعا ايقاف وليد ازارو، ايضا كمان مستر باتريس كارتيرون بعد طبعا اللائحه الاخيره من الكاف وعقد جلسه استماع على خلفيه الاخيره من مباراه الاهلي والترجي اللي كانت في استاد برج العرب، لكن يمكن تداولت بعض المواقع. اتفضلي. عايز اعرف منك باتريس كارتيرون كان ايه واقع القرار ده عليه، لان انا سمعت كتير ان الناس بتقول ان هو تلقى الخبر ده من غير اي مشاكل وقال انا اصلا ما كنتش ناوي العب بوليد ازارو في اللقاء القادم. يمكن قبل ما اكلمك على مستر باتريس كارتيرون، الناس قالت كمان ان مستر باتريس مش هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في الرحله التي اقلعت من القاهره في الساعه 8 والربع صباحا. الناس قالت مستر باتريس هيغيب اليوم وهيكون متواجد غدا في تونس على طبعا عقب الحادث الاخير او يمكن بعض المضايقات اللي طالت مستر باتريس كارتيرون في المباراه الاولى وهي مباراه الاهلي والترجي التونسي. لكن يمكن كالعاده طبعا من خلال شاشه قناه الاهلي كان لينا تصوير طبعا حصري مع مستر باتريس كارتيرون، الراجل كان في المطار، الراجل كان معانا في الرحله ومتواجد مع فريق النادي الاهلي. لو برجع معاكي وبقول لك طبعا على ازاي يمكن مستر باتريس استقبل هذا الامر، هو الراجل يمكن كان مستاء شويه بما حدث خلال المباراه الاولى، ويمكن كان ليا لقاء معاه في المباراه الاولى. الراجل يمكن امر يمكن لم يشاهده خلال الفتره اللي فاتت سواء كان متولي فريق مازيمبي في البطوله الافريقيه، لكن هو يمكن فارض حاله تركيز كبيره وفاصل بشكل كبير جدا جدا، حتى كمان بعد تلقيه الامر الخاص بوليد ازارو وهو ايقاف وليد ازارو خلاص يمكن صفحه لابد ان هي تتقفل، لان النادي الاهلي في متغيرات كثيره جدا خلال الفتره الماضيه. ايضا كمان يمكن خلال وصولنا هنا بعد وصولنا في رحله 3 ساعات وربع، عايز اشيد في البدايه طبعا بالامن التونسي اللي هو متواجد هنا سواء في المطار او في فندق الاقامه. الحقيقه طبعا لابد نوجه كل الشكر والتقدير للجانب التونسي هنا والامن التونسي على حسن الاستقبال طبعا في البدايه والتامين الكبير جدا اللي احنا شفناه من خلال تواجدنا في المطار من اول وصول لينا، من اول ما نزلنا في المطار استقبال طبعا السفير نبيل حبشي سفير مصر هنا في تونس. وايضا كمان يمكن العلاقات دائمه والعلاقات الشعب التونسي والشعب المصري وجماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الترجي لن تزعزعها ولن تهزها اي شيء. يمكن خلال الايام اللي فاتت زي ما انت عارفه يا شيما طبعا الامور كانت واخده اطار كده، يعني يمكن مش كناش حابين ان احنا نتكلم فيه خالص، لكن اللي احنا شايفينه وشفنا جمهور نادي الترجي متواجد في المطار استقبل فريق النادي الاهلي كالعاده. طبعا الجمهور انت عارفه سواء جمهور النادي الاهلي او جمهور الترجي في بعض المضايقات الخفيفه جدا، لكن كلها في اطار الاحترام، في اطار المنافسه، في اطار التشجيع، لكن الامور ماشيه بشكل مطمئن كده بالنسبه للنادي الاهلي. هيكون اول لقاء مع هيكون اول تدريب عفوا مع فريق النادي الاهلي في الساعه 6 مساء بتوقيت تونس، 5 وربع ستنطلق حافله النادي الاهلي ان شاء الله من فندق الاقامه القريب جدا من اول يمكن اول استاد او اول ملعب هيكون هو ملعب الجامعه التونسيه اللي معتاد النادي الاهلي بشكل يمكن بشكل متميز او بشكل مستمر ان هو يكون عليه. يمكن عايز كمان سريعا قبل ما اكمل كل الكواليس واجواء فريق النادي الاهلي ينضم لي عضو مجلس الاداره طبعا استاذ طارق قنديل. يمكن في البدايه طبعا عايز اكلمك على الرحله واكلمك على السفريه، وكمان بتشوف ازاي الجانب الامن التونسي اللي بيقوم بدور كبير جدا من اول وصلنا في المطار. حابين نطمن كل المشاهدين، الناس قلقانة شويه لكن حابين نطمن كل المشاهدين. طارق بيه. الحمد لله انا متواجد مع بعثة التنس الطاوله كرئيس لها من يوم السبت. طبعا في الحماس وكالمعتاد، يعني موضوع في نهائي كاس افريقيا والترجي مشجعين كبار في قلب تونس، لكن لم يخرج لغايه دلوقتي ما شفتش اي حاجه الحمد لله فيها خروج على النص. والحمد لله النهارده كنا في استقبال البعثه كلها وكان معنا سياده السفير نبيل حبش ومندوبين من السفاره. الامن غير طبيعي، عامل اجراءات الحمد لله مكثفه جدا. كم الامن اللي كان موجود كان متواجد قدام المطار مع كل الاحتياطيات الموجوده من الجانب الاخوه التوانسه.
هايله جدا. وزي ما انت شفت وصلنا الفندق الحمد لله واللعيبه موجوده وكابتن محمود الخطيب والمجلس فاجواء كلها يغلب عليها، ما فيش اي الحمد لله ما فيش حاجه تقلق، يعني ما فيش اي قلق من اي حاجه، بالعكس دايما احنا بنعتبر تونس دي بلدنا الثانيه الحمد لله. هم يعني في اصدقاء كتير قوي لينا وليهم، يعني لينا اصدقاء من التوانسه كتير الحمد لله رحبوا بينا، فما فيش ابعد ما يكون عن مواضيع يعني تروق للعنف ان شاء الله، وان شاء الله ما يحصلش اي حاجه من الكلام ده، انما حماس كره قدم وحماس موجود للاخوه التوانسه ان هم عايزين بطوله كاس افريقيا. لا موجود الحماس جامد جدا والتشجيع الجامد جدا، وان شاء الله نامل ان يكون هو ده اللي موجود يوم الماتش كمان. لو بخص بقى فرقتنا فريق النادي الاهلي قطع مشوار كبير وفاضل له خطوه و90 دقيقه مهمه جدا ان شاء الله، حلم كل جمهور النادي الاهلي باذن الله هذه البطوله ومنها الكاس العالم للانديه، بتشوف الحلم واقتراب الحلم ده ازاي يا طارق؟ بشوف يعني البطولة غايبة عننا بقالها حوالي 5 سنوات لغاية دلوقتي، حاجة من الحاجات اللي النادي إن شاء الله كلنا يعني متوقعين إن احنا نتوج بالتسعة إن شاء الله. بطولة من بطولات النادي الأهلي بيحرص عليها، ونفسنا كمان نرجع لأكثر تتويجا على مستوى العالم، فالكلام ده محتاج إن شاء الله إن احنا برضو بطولة أفريقيا مع الحلم الموجود من ملايين الأهلاوية على مستوى العالم كله يعني. الحاجه الثانيه اللي برضه عايز اركز عليها ان النادي الاهلي كعادته في الانضباط بالنسبه للعيبه والجهاز ده متواجد من ساعه ما الناس وصلوا، وهم ابعد ما يكون عن مواضيع الشحن الزائد اللي موجود، يعني كان قاعد معانا كابتن يوسف وبقيه الجهاز لاحظنا كده ان الحمد لله ما فيش الايه بعاد جدا عن القصص اللي هي عماله تتواطر، لان خلاص عارفين ان في النهايه بقى في سوشيال ميديا كتير وغيره وخلافه. حاجات حقوق بقى النادي الاهلي في حاجات سواء مع الاتحاد الافريقي او الامارات ليها اجراءاتها الحمد لله، مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب صعد بسرعه وخد الاجراءات، يعني فالاهلاويه يطمنوا يعني حقوق النادي الاهلي المجلس احرص ما يكون عليها. في نفس الوقت ما عندناش الصيغه اللي هي بتبعث على التوتر، لان الحمد لله جمهور النادي الاهلي كبير وهيتاثر باي حاجه، ما فيش حاجه تدعو للتوتر خالص ولا اي حاجه تخلي الناس في الشحن اللي هو مغالى ولا مبالغ فيه، مش موجود. فكل امنياتنا ان شاء الله ان يوم المباراه يطلع يوم جميل جدا ونتوج فيه ان شاء الله بالتسعة، هو ده حلمنا كلنا. الف شكر. بنشكر اكيد طبعا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يمكن زي ما سمعت يا شيما طبعا وكل جمهورنا سمع الامور، يمكن الحمد لله ماشيه في اطار منظم حتى هذه اللحظه، بنتمنى على مدار الايام كمان القادمه ويوم المباراه بالتحديد يكون هذا التامين المكثف اللي احنا شفناه منذ بدايه وصولنا يكون ايضا كمان بشكل مكثف في مباراه النادي الاهلي يوم الجمعه. كمان عايز اطمنك بشكل عام، يمكن الناس قالت وليد ازارو متواجد مع فريق النادي الاهلي في بعثه فريق النادي الاهلي، هو طبعا بعد الايقاف، لكن بناكد ان وليد ازارو غير متواجد مع بعثه فريق النادي الاهلي. النادي الاهلي كان 22 لاعب، دلوقتي النادي الاهلي 21 لاعب بعد غياب وليد ازارو. بنتمنى كل التوفيق لكل من حضر في هذه المباراه، الاهلي بمن حضر، وهي مقوله شهيره لكل جمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه يوم الجمعه باذن الله. سنحتفل هنا في الرادز ونعود باذن الله بكاس البطوله التاسعه، مستمرين معاك يا شيما كالعاده ومع كل جمهورنا باذن الله لحظه بلحظه، وبننقل من خلال شاشه قناه النادي الاهلي كل كواليس بعثه فريق النادي الاهلي. عوده ليك يا شيما، ولو في استفسار انا معاك.